هيك الاربعه هيك الاربعه يلا يلا. أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ظهر يوم الأحد تمكنها من إلقاء القبض على منفذي عملية إلعاد شرق مدينة تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين. العملية التي هزت أمن إسرائيل واستنفذت كامل طاقاتها، خاصة بعد عمليات البحث التي استمرت لثلاثة أيام. ما تمكنت منه أجهزة الأمن الإسرائيلية من إلقاء القبض على منفذي عملية العاد هو بمثابة تحقيق للهدوء الداخلي لسكان هذه المستوطنة، ولكن هناك تخوف كبير يبقى دائما في داخل المدن والبلدات الإسرائيلية نتيجة استمرار هذه العمليات، حيث أفضت هذه العمليات خلال 30 يوم الماضية عن مقتل قرابة 18 إسرائيلي ومستوطن نتيجة هذه العمليات. هذا التخوف الأكبر الذي يسيطر على المواطن الإسرائيلي رغم سيطرة أجهزة الأمن الإسرائيلية على منفذي هذه العمليات، إلا أنهم لا يعرفوا في أي وقت من الممكن أن يخرج لهم منفذ عملية جديد ويقوم بقتل الإسرائيليين. لذلك على إسرائيل أن تتحسب لأي عملية جديدة، والتحسب هذا يأتي من خلال إما العودة إلى طاولة المفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتحقيق للفلسطينيين حقوقهم المسلوبة منذ 74 عام. رغم اعتقال منفذ العملية، إلا أن استنفار الأجهزة الأمنية العسكرية متواصلة حتى اللحظة. شهد عديدا من الاقتحامات لمنازل المواطنين وحملة اعتقالات عشوائية لشبان فلسطينيين وإغلاق كافة الطرق المؤدية لمنطقة إلعاد ونشر عناصر الشرطة الإسرائيلية على حواجز مدينة تل أبيب، خاصة بعد الحصول على ورقة كتبها إحدى منفذي العملية بأن العملية نفذت ردا على الانتهاكات الذي يتعرض لها المسجد الأقصى. من الواضح أنه هذا الإخفاق الأمني الإسرائيلي يسجل أمامه إنجاز فلسطيني أمام طبيعة هذه العمليات، خاصة أنها مع عمليات ربما طغى عليها الطابع الفردي بعيدا عن حالة التبني الفصائلي الفلسطيني. يعني حالة الاستنفار الأمني الإسرائيلي يمكن قراءتها في ظل المخاوف أو تزايد المخاوف الإسرائيلية جراء تصاعد وتيرة العمليات الفردية في المناطق المحتلة عام 48، وهو ما ينذر بحالة قلق إسرائيلي من إمكانية تجدد مثل هذه العمليات الفردية في أي لحظة. جلسة أمنية إسرائيلية عالية المستوى في سبيل إصدار قرارات تعقيدية بحق المواطنين الفلسطينيين وتمديد إغلاق مدن الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة ومنع دخول العمال الوافدين من غزة. وحذرت الفصائل الفلسطينية من خطورة سياسة الإغلاق والتضييق، وحملتها المسؤولية بحق أسيرين منفذي العملية التي قد تشعل المنطقة بأكملها. لم ولن يكل أبناء الشعب الفلسطيني من التضحية في سبيل قضيتهم الفلسطينية ودفاعا عن مقدساتهم، وسيبقى الاحتلال الإسرائيلي في تخبط أمني حتى زواله. عبد الهادي فرحات، لقناة اليمن اليوم، فلسطين المحتلة.